معلم اجت لجنه من الصحه قال بدهم ياخذوا عينات من حموله السكري اللي عم ننزلها. ما قلتوا لهم انه هي البضاعه للمؤسسه العامه للتجاره وانه كل وراء نظاميه؟ معلم قلنا لهم، الله وكيلك قلنا لهم، بس قال شو جايتوا اخباريه علينا؟ تقول كانه حدا مستقصدنا يا معلم. شو عم فكر؟ احكي مع المعلم ابو رائد بلكي بيلاقي لنا حل هالقصه. لك شو بدك هلا ابو رائد؟ خلص انا موجود. انت بتعرف اذا بدر ابو رائد شو عم نساوي شو بيعمل فينا؟ قلتك خير يا معلم. شو القصه؟ عنا تقرير بيقول انه المواد الغذائيه منتهيه صلاحياتها ونحن مضطرين ناخذ عينات. والله شغيله، الله يعطيكم الف عافيه. ايه بتقدروا تاخذوا عينات وتساووا اللي بدكم اياه، بس انا خايف يفيقوا اهلك بالليل يلاقوك معلق بحبلي على التريا او رايح بشي جرعه زايده. بتعرف شو رح يقولوا؟ رح يقولوا انه فقير ومعتر وموظف ودرويش وما قدر يتحمل هالحياه، قام انتحر. رح يزعلوا عليك 3 ايام وبعدها رح يبطلوا. بتعرف ليش؟ لانك موظف وشريف وبدك تمشي دغري وحارمهم من كل شيء. بتعرف شو يعني تهدد موظف دولي على راس عمله؟ انا ما عم هدد لا سمح الله، انا عم اقول شو ممكن يصير قضاء وقدر. بعدين في شغله ثانيه، في بجيبتي ظرف سميك وماله صاحي، خده اسحبه وتيسر.